اول شيء بعد الحرب تنام تتجوز. والله انا مشتاق لاولادي اطمن عليهم واقعد معهم وانسى العالم الخارجي كله. حلو. ساحاول السيطره على العالم. بدي ادور على جواز سفري واطلع. تمام. انا نسقت وجاهز. اول شغله بدي اعملها بعد الحرب بدي اطمن على اهلي وبدي اسافر برا البلد ومش راجع نهائيا. بدي اروح على البحر واقعد وافطر واشرب شاي وهيك وبس اضل لحد الغروب لحد ما تنزل الشمس بعد ما اروح. حلو. نعم اسبوع كامل بدانه سفر المعبر بالنسبه الكبيره سفر مثال نعم الصمت طويلا بدور على بيت انام فيه. ليش وين بيتك؟ في الحرب. شو بدك تعمل بعد الحرب؟ مش حامل حضلي ساكت. اول حاجه بعد الحرب بدي اشوف عيلتي. انا الي من اول ما بدات الحرب ما شفت حدا منهم. مشتاق لهم كثير. اروح اشوف امي واشوف العيله واشوف الدنيا واحلق لكل البشر اطفي جوالاتي وانام. اشتقت لبنتي كثير. أول حاجة أعملها بعد الحرب غير أنهام والله متعبت.